ألفاظ جريئة للسعوديات خلال حفل صاخب بجدة، وأردنيون يرقصون بالسفارة الإسرائيلية، وانبطاح أمام ملك. بين أخبارنا الخمسة لهذا اليوم، أينما كنتم متابعين أهلا وسهلا بكم. البداية مع ألفاظ صادمة ملأت قاعة احتفالات بالسعودية خلال تجمع صاخب نظمته هيئة الترفيه لفرقة كورية بمدينة جدة، حيث اكتظت القاعة بالنساء. سعوديون على منصة تويتر عبروا عن انتقادهم لما حدث، بينما أشاد آخرون بهذه الفعالية. وقد بدأت هيئة الترفيه الذي يرأسها تركي آل الشيخ الصديق المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان باستضافة فنانين وإقامة حفلات بشكل أسبوعي داخل المملكة. من الحفل الراقص للنساء في السعودية إلى رقص لمن قيل إنهم رجال أعمال وأعيان أردنيين داخل السفارة الإسرائيلية، وظهرت نساء يبدو أنهن إسرائيليات يجيدن الرقص، بينما بدا الأردنيون وهم يتمايلون بشكل يثير السخرية ربما بسبب قلة الخبرة. ننتقل من رقصة المبتدئين إلى تصرف مهين قام به وزراء الحكومة التايلاندية أمام الملك أثناء تأديتهم اليمين الدستورية بمناسبة توليهم مناصبهم، حيث ظهروا وهم يسجدون ويركعون بشكل مذل. وبدا الوزراء 35 وهم يمتدون على الأرض بينما يمشي الملك على قدميه أمامهم وبرفقته زوجته. وظهر أحد الوزراء الذي يبدو أنه كبير في السن وهو يجد صعوبة في السجود أمام الملك بسبب جسده الذي بدا ضعيفا. وأعلن رئيس الوزراء الذي كان ممددا على الأرض في الصف الأول إنهاء الحكم العسكري الذي استمر 5 سنوات، قائلا إن البلاد ستدار كديمقراطية عادية. وقال له الملك: آمل أن يكون لدى الوزراء والحكومة الحماس والقوة لأداء واجباتهم بشكل جيد. خبرنا الثاني مع متطرفين هندوس انتشر لهم مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي وهم يقومون بتعذيب مسلم ويتعاملون معه بشكل مهين، بل ويجبرونه على أكل لحم الخنزير. نأتي الآن إلى خبرنا الأبرز مع وثائق سربت من محاكم يمنية لاعترافات منفذي عمليات الاغتيال بمدينة عدن تفيد بأن مسؤولاً حكومياً سابقاً يدعى هاني بن بريك أشرف على اغتيال نحو 30 شخصاً بينهم أئمة مساجد وسياسيون وعسكريون. ويظهر هذا الرجل في صور مع محمد بن زايد في كل زياراته إلى الإمارات، كما أن صورته الشخصية على تويتر هي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وفي صنعاء تداول يمنيون صوراً وفيديوهات لجماعة الحوثي وهي تجبر أطفالاً في المناطق التي تسيطر عليها على تعلم مناهج تدعم الفكر الإيراني الشيعي. بهذا الخبر مشاهدينا نختتم موجز اليوم العربي وصله أهم خبر بالنسبة لكم. أخبروني في تعليقات أدناه وتأكدوا من متابعتنا على صفحات فيسبوك إنستغرام وتويتر. أراكم في موجز جديد.